يلا صفحة 13 يا ماس. الآن نبدأ الحديث عن الدولة الأردنية كيف تأسست. الآن عندما انتهت الثورة العربية الكبرى استقبل أهالي شرق الأردن الأمير عبد الله بن الحسين وأجمع على قيادتهم أنه هو يكون قائدهم، واستطاع الأمير عبد الله أن يأسس إمارة شرق الأردن. إمارة شرق الأردن هذا مهم يا مس التاريخ، سنة 1921 ميلادي. الآن عندما أسس إمارة شرق الأردن، طبعا كانت لسه الأردن تحت الاستعمار البريطاني، فطبعا لابد التحرر لا يكون إلا بالاستقلال، تكون الدولة جميع أراضيها تحت قيادة ملك واحد. الآن نظر سمو الأمير عبد الله بن الحسين لنيله وتحقيق الاستقلال عام 25 أيار 1946. طبعا من منا لا يعرف هذا التاريخ، تاريخ استقلال المملكة الأردن اللي هو 25 أيار. كل سنة بس نحتفل بهذا التاريخ 25/5/1946. أعلن الاستقلال وسميت إمارة شرق الأردن. بإيش سميت؟ صار اسمها المملكة الأردنية الهاشمية. الآن هيك هو نسب طبعا الأمير عبد الله ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية 25 أيار 1946. هذا التاريخ مهم يا ناس. طيب الآن صفحة 14 هي عناصر